السلام عليكم، اهلا وسهلا اعزائي المتابعين في حلقه ناريه راح نشوف فيها تقييمات او نشوف اول مره تقييمات للاعبين في الدوري السعودي، وايضا في تحدي قوي بين ضيفين من العيار الثقيل. على يساري اعزائي المتابعين انه ابو الرب، مقدمه قويه جدا، شكرا. هلا والله قوي يا شيخ، حتى في رده فعلك قوي حبيبي. شكرا يا كيمو. أبو الرب مع الأسف أنا ما ودي أكون في مكانك صراحة، لأنه خصمك المعروف الذي لا يعرف إنه محمد عدنان. سعيد جدا جدا عبد الكريم، شكرا لك على الإضافة، شكرا أحمد على قبولك الدعوة. إحنا موجودين هون يا إخوان مع EA Sports. أنا كنت سعيد وسعيد جدا بتواجدي تقريبا قبل شهر في أمستردام في وقت إطلاق اللعبة بوجود مجموعة من أساطير اللعبة. هالاند كان موجود، رونالدينيو كان موجود، فيجو كان موجود كذلك، دروغبا الأسطورة الإيفوارية الإفريقية كان موجود. فأنا شهدت إطلاق هذه اللعبة الجميلة، حتكون للمرة الأولى بهذا الاسم الرائع FC24. العالم ينتظر النسخة الجديدة والتطورات الكبيرة اللي صارت فيها، واليوم قام التحدي بشكل رسمي بيني وبين أحمد. أحاول قد ما بقدر إني أسحق هذا الإنسان. أنا محتوي فوتبول كرة قدم. شايف هاي محمد عدنان. ممكن تطلع معك يا أحمد، أنا محتوي كرة قدم ولكن أنا مش محتوي جيمينج، فهون ممكن أنت تطعني. خليني أقول لك شيء يا بالرب، الموضوع ليس كروي فقط، فهو ما عنده أدفانتج. الموضوع على لعبة FC24، ورح نتكلم على تقييمات، ورح نسألكم أسئلة متنوعة. خليني أشرح لكم قواعد اللعبة بكل سهولة بكل اختصار. ثلاث جولات، الجولة الأولى راح تكون عبارة عن أسئلة نركز فيها عن لعبة FC24. جميل. بالنسبة للجولة الثانية راح نسأل أسئلة تركز على لعيبة الدوري السعودي في لعبة FC24. حلو حلو حلو. أيوة. والجولة الثالثة والمفضلة بالنسبة لي شخصياً إن إحنا راح نعطيكم بطاقات للعيبة راح نخفي فيها حقهم الإحصائيات، وأنت وهو لازم تحددوا إحصائيات كل لاعب بالنسبة للنقاط. إذا جاوبت صح تضغط على البس، جاوب صح لك نقطتين، إذا جاوبت غلط السؤال ينتقل إلى خصمك. حلو. وإذا جاوب صح يأخذ نقطة فقط، إذا أنت جاوبت غلط هو غلط ما في نقاط. جميل. بالنسبة هذه كل الأسئلة، بالنسبة للبطاقات إذا حطيت كل إحصائية صح في المكان الصحيح تربح نقطة واحدة، ولكن إذا حطيتها كلها تربح 10 نقاط. أوف، 6 بس هالتركيز. 7 هم الأوفر أول اللي هو المجمل الريتنج الأوفر أول، وعندك 6 السبز اللي هي الفئات اللي هي الجري السرعة والباص وما إلى ذلك. كملت كلامي يا جماعة الخير، ندخل على بس حاب أحكي جملة بس. تفضل. ما بيكون اسمي أحمد أبو الرب إذا بخسر. إيش حندم؟ إيش اللي طلع من تمك هذا؟ شوف كيف أحضروا الفيديو كامل لأنه حيكون تحدي خرافي رسميا. تكسير روس. ماشي. انطلقنا. طيب يا جماعة الخير، نوصل إلى أول جولة في هذا التحدي، وهي جولة الأسئلة اللي تركز فيها على لعبة FC24. نبدأ بالسؤال الأول، جاهزين يا شباب؟ يلا. يدك على البازر لين ما ترد، أوكي؟ بسم الله. السؤال الأول يقول: ما هو شعار لعبة FC؟ هي جملة يا جماعة، جملة سمعتوها بالإنجليزي أكيد. To the game. No. غلط. الإجابة تروح لمحمد عدنان، راح تصير نقطة. All about football مثلا؟ غلط. أنا This is the world's game. صح؟ الجواب هو أهلا بك في النادي، Welcome to the club. صح. لا. نعم. صح. أنا قرأت اللي تحت مش اللي فوق. شفت 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 ليش خايف مني؟ ليش خايف مني؟ مكتوب وراك. يا عفوا انا قرات اللي تحت مش اللي فوق. كاين قدامنا. طيب دامك تغش، دامك تغش. ايش بغش انت كاتبها؟ الله. السؤال الثاني يقول: اكمل الجمله، FC24 عهد جديد في لعبه كره القدم. غلط. لا كيف الجميع. ودي اعطيك اياها يا محمد في لعبه العالم. اي 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 اي. خلصنا السؤال الثاني، وللأسف الآن نتيجة 0-0 إلى الآن. شكلي طالع سيء على الآخر، ضعيف. أنا قاعد أفكر في أسماء أسميها لحالي بعد التحدي اللي عملته. طيب السؤال الثالث يا جماعة، هذا فيه خيارات، فلا حد يستعجل في الإجابة. يلا. السؤال الثالث يقول: ما هو العدد الإجمالي للاعبين والأندية والملاعب والدوريات اللي موجودة في FC24 مجموعهم كامل؟ الخيار الأول هو هل هو فوق 8690؟
الخيار الثاني فوق 12710، الخيار الثالث 15900 فوق ال 15900، والرابع 19830. تفضل. 19803 فعلا إجابة صحيحة. يلا كنت حعرفها بس لا لأنه هذه كانت ضمن العرض اللي عرضه السي او. لو انك بس اعطيتني الثاني كان جاوبتها انا. نعم وندخل في تفاصيل 19000 لاعب نعم وفوق ال 700 نادي وايضا فوق ال 100 ملعب وفوق ال 30 دولة. نوصل الان يا جماعة للسؤال الرابع. محمد عدنان متقدم بنقطتين، احمد ابو الرب صفر. السؤال الرابع يا جماعة وهي جملة طويلة فركز معايا رجاء. تحقق FC 24 أكبر قفزة للأمام في أصالة اللعب واقعية حتى الآن مع هايبر موشن V اللي يستخدم البيانات الحجمية لترجمة إيقاعات وسلاسة كرة القدم في العالم الحقيقي إلى اللعبة العالمية. تجينا البيانات من أكثر من 180 مباراة من الدرجة الأولى من مسابقات مثل دوري أبطال أوروبا للنساء وللرجال والدوري الممتاز وأيضاً كأس العالم. غلط. الدوري الإنجليزي. غلط. الدوري الممتاز موجود. أنا الدوري الممتاز خلاص أوكي قول لي ليش بطلها بين الدوري السعودي. غلط. الدوري الإسباني. لا ليغا. لا ليغا EA Sports هي الإجابة الصحيحة. وصلنا للسؤال الخامس أعزائي المتابعين ومحمد عدنان متقدم بنقطتين وأحمد أبو الرب صفر. السؤال الخامس يقول FC 24 فيها نمطين للمهنة اذكرهم. الكارير مود. نمطين المهنة. بروفيشنال. عيد صياغة الإجابة. الألتيميت تيم. لا. أول ستار. ها؟ غلط. عيد صياغة لأني قلت له عيد حقول لك عيد صياغة الإجابة. لعبت والله لعبتها. أنت بتعيش دور. يا لاعب محترف يا لاعب مبتدئ. صح لاعب محترف هو أعطاك نص الإجابة والثاني تكون انترميديت. ما أقدر ما أقدر حاولت أساعده. لاعب صح. مدرب يا محمد عدنان. تكون لاعب محترف أو مدرب تكون مورينيو تكون عدلني 16 مدرب من عندك يا رجل. السؤال السادس يقول طبعا نقطتين صفر. وصلنا للسؤال السادس يا جماعة الخير اللي فيه به أربع خيارات. جميل. بس هون حتغير كل إشي. يلا جيبه. بدنا شوية تنافس يا أحمد. حدد ميزتين جديدة في FC 24 Ultimate Team من الخيارات اللي راح تجيكم الآن. ألف عملية الارتقاء، ب تجاوز الإجمالي، جيم العرض التكتيكي، أو دال كرة القدم النسائية. أنا كرة القدم النسائية. هذا واحد باقي واحد. أعد لك يا مرة ثانية. أعطيني نقطة بعدين النقطة الثانية. يلا يا كيمو يلا. 50% ممتاز كرة القدم النسائية صح مليون بالمية صحيح أبدعت والله. يلا اسمع حعيد لك يا مرة ثانية. أوكي. عملية الارتقاء تجاوز الإجمالي أو العرض التكتيكي. عملية الارتقاء أو العرض التكتيكي. عملية الارتقاء. يا أخي أقسم بالله إنك فنان. معروف واضحة يا جماعة واضحة سهلة. صحيح. هي عملية الارتقاء. هذا اسمه فن. نعم طبعا تعرفت. بدك أعطيك معلومات كل كم لحلقاتك. إيش. بدك. نعم. أساعدك. عادي ساعدني. كريستيانو بطل في ريال مدريد. وين صار؟ النصر. جبار. محمد عدنان 2 وابو الرب 2 في تعادل معانا يا جماعة الخير. وعلى فكرة انت قلت عملية الارتقاء وكرة القدم النسائية. كرة القدم النسائية كلنا نعرفها لكن عملية الارتقاء راح اشرح لكم اياها على السريع. اختار لاعب معين وهذا اللاعب راح يتطور معك بشكل غير مسبق في الاجزاء السابقة. جميل. وصلنا الى البونس راوند او المرحلة الاضافية عزيزي المتابع اللي تقدروا فيها يا شباب توصلوا لنقاط اعلى. السؤال الاول يقول خلي يدك على البزر. من هو نجم غلاف FC 24؟ لا تحاول سبقتك فيها. إنه ذو 195 سنتيمتر الأشقر الطويل ذو القدم اليسرى لاعب مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا. تكلموا عن إيرلينغ هالاند. ده لاعب نرويجي. إيرلينغ هالاند. إيرلينغ هالاند فعلا إجابة صحيحة. أربع نقاط إلى محمد عدنان أبو الرب لازلت واقف عند الاثنين. ماشي نروح للسؤال الثاني. نستمر مع هالاند مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج في
فريق ثاني وطني كان مؤهل انه يلعب فيه، منتخب ثاني كان مؤهل انه يلعب فيه. انجلند. فعلا صحيح، اجابه صحيحه. انه والده كان لاعب في مانشستر سيتي وهو ولد في تلك الفتره، فاكيد يحمل الجنسيه الانجليزيه طبعا. اجابه صحيحه. وصل ستة. طب يعني شيء بلش يسال اسئله كرويه، دخل في ملعبي. طبيعي راح اوسع الفارق، طبيعي راح اوسع الفارق. تسال كره راح اوسع الفارق. انا اسف، بنروح على موضوع جيمنج، بتروح على موضوع اكسبيرمنتس، بيقضي علي احمد ابو الروم. هي هيك، هي هيك راح يقل حياتي تخصصات يا اخوان. الى الان محمد عدنان وصل 6 نقاط واحمد ابو الرب نقطتين. السؤال الثالث في المرحله الاضافيه يقول: قام هالاند بتسميه العديد من لاعبي كره القدم ليكونوا المثال الاعلى بالنسبه له، ولكن في اسم واحد يظهر اكثر من مره، من هو هذا اللاعب اللي يبتدي بكم؟ غلط. حلو انك نقصت عليه نقطه، مستحيل. ها صح، شايف انه انا مش ما مرت عليه معلومة. لاعب يقتدي به إيرلينغ هالاند كثيرا. نعم. نعم، هو جدا يشبهه يا محمد عدنان، جدا يشبهه طريقة اللعب، يشبه محمد عدنان. اوكي 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 ذكرت ذكرته. بل يشبه هو، بل هو كذلك نفس الطول يعتبر. بيشبهك انت اللاعب؟ لا لا، يشبه إيرلينغ هالاند. اوكي. نعم نعم، بل انه اذا ما خاب ظني يكاد ان ينسخ شخصيته من خلال تصريحاته. ليش تعطيه طوله نفس الطول كذلك؟ هو محتاج الهنت. لا 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 لا، بس بتعرف الهند فتح علينا، انت ذكرته. نفس الطول 195 سنتيمتر، كلاهما اسكندنافي، الاول نرويجي اللي هو هالاند، الثاني سويدي. اننا نتكلم عن اسطوره سويديه مواليد شهر 11 1981. هي نقطه ما حد زيد. السلطان زلاتان ابراهيموفيتش. اي انه ابراهيموفيتش. 7 لمحمد عدنان و2 الى احمد ابو الرب. السؤال الرابع اللي برضو في المرحلة الإضافية اللي هي البونس، يقول لك: ما هو أكبر عدد من الأهداف اللي سجلها هالاند في مباراة واحدة؟ 5. غلط. في كأس عالم للشباب سجل ضد الهندوراس 9 أهداف في مباراة. 9 أهداف في مباراة واحدة. 9 تسعة أهداف. الله، نقطة زيادة لأنك 8-2. فعلا 8-2. السؤال الأخير في المرحلة الإضافية يقول: أصبح هالاند ثالث لاعب في التاريخ بعد ليونيل ميسي ولويز أدريانو يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا. خلينا أكمل بس. حيث فاز مانشستر سيتي على آر بي لايبزيغ. لايبزيغ. قولها، أنا ما حقولها. أي آر بي لايبزيغ الألماني. أي 7-0. كم دقيقة استغرق هالاند ليسجل 5 أهداف من تلك السبعة؟ عندك 4 خيارات قبل لا تستعجل. أوكي. أخذ 57 دقيقة أو 68 دقيقة أو 73 دقيقة أو 81 دقيقة؟ تفضلوا. 73 دقيقة. أنت دعست؟ ضغطت البزر؟ أنت كم؟ اضغطوا. 73 دقيقة. 73 دقيقة؟ لا غلط. أقول إنه أقل شيء اللي هو كان شيء 50 كم؟ 57 دقيقة. 57 دقيقة. فعلاً هذا الإجابة الصحيحة. أحس إن إحنا جبناه بس عشان نتنمر. حلو، انتهينا من الفيز 1 اللي هي الجولة الأولى. أعزائي المتابعين، الدنيا شوب ولا أنا بتوتر؟ والله أنا بديت تتوترش. ما لا لا لا، شو توتر بس؟ والله موقفك لا يحسد علي يا صديقي. كم نقاطك يا محمد؟ 9؟ 9-2. 9-2 أحمد، حالك اسمك على المحك اليوم حيتحول لسعد الله. جماعة الخير، وصلنا للجولة الثانية اللي راح نسألكم فيها على تقييمات اللاعبين، وبرضه نشوف تقييمات اللاعبين لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين. نبدأ بأول سؤال في هذه الجولة. يا جماعة الخير، من هو اللاعب الأعلى تقييما في الدوري السعودي؟ هاو ليش فاضي ايدي؟ أعلى لاعب تقييم في الدوري السعودي؟ نعم. ستظن اني راح اقول كريستيانو رونالدو، وان لم يكن كريستيانو رونالدو فالاصل ان يكون نيمار، ولكن جيب الجواب، خذ النقطه. يلا بنزيما. ياخذ نقطتين ولا نقطه؟ حبيبي قرات، عملت شويه بحث قبل. والله صح. كفو عليك. هي صح. كفو عليك. وربك كعب النقطه. كفو عليك. وربك كعب النقطه. ياخذ نقطتين. ياخذ نقطتين. يستاهل. يا عنيف. ننتقل للسؤال الثاني قبل ما ننتقل له. احمد ابو الراب بدا يرجع في المباراه، وصل لأربع نقاط. بينما 9-4. رجع اسمي. اعزائي المتابعين، وصلنا للسؤال الثاني في الجوله الثانيه اللي يقول: ايفر بانيجا هو اللاعب الاعلى تصنيفا في فريق الشباب،
كم عدد إحصائياته الثانوية الستة اللي تم تصنيفها أعلى من 70؟ خمسة. صحيح. حلو، صراحة قوية. وهذا هو أعزائي المتابعين إبر بنيقة. وصلنا للسؤال الثالث أعزائي المتابعين، ومحمد عدنان متقدم ب 11 نقطة بينما أحمد أبو الرب 4 نقاط. إن شاء الله أنك تقدر تلحق يا أحمد. خلينا نوصل للسؤال الثالث اللي يقول اختار الجواب الصح. عندك 4 خيارات. أحد أنماط اللعب الخاصة بسلمان الفرج هو تمرير الكرة الطويلة. حلو؟ جميل. إيش هو تقييم الباسينج أو التمرير لسلمان الفرج؟ في خيارات. في خيارات. الخيار الأول 76، الثاني 77، 78 أو 79. تفضل. 78. بالله عليك يا عارف ايش ايش هيك بعمل كرة قدم لما يكون صح. دقيقة، أنا كان المفروض أوريكم هذه من غير الستيكر، وهي 78 وأبدع. سبقتني والله. والله بتعرفها أحمد؟ والله ما عندي معلومة. هذه والله لو ما عندي. هلعب جيسنج. أنا جيسنج كمان. أقول لك إيه. والريتنج الأوفر أول عنده هو 72. أحمد 11 نقطة وأحمد 6 نقاط. 50% أنت كذا كملت، باقي لك 50% وتوصل 100%. منطلقون. السؤال الرابع يقول، وفي هذا السؤال أقدر أوريكم البطاقة الخاصة اللي في اللاعب اللي راح أسأل عليه. مستعدين؟ هيا بنا. أيوه. سعود عبد الحميد في فريق الهلال، لازم تعرفوا من المغطى سرعته. هو يتمتع السرعة والخطوة السريعة. هتعطيني خيارات ولا لا؟ ما في خيارات يا فولة. لازم تخمن. مزاد؟ لا، حضرب. حرمي رمية من غير رامي. روح. 86. غلط. اطلع 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 فوق أكثر. 89. غلط. خليني ألعب هيك. أرجوك 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 واحد. كملوا كملوا أرجوك. أي يلا في النهاية واحد يجيب النقطة كمان. يلا اطلع. 93. طلعت زيادة. اطلع انزل. 91. صح. شفت اللي بعرف؟ شفت اللي بعرف كرة القدم؟ يا محمد عبدان فكل حد فهمان. ممتاز. كم سكور؟ السكور 11-7. 11-7. 11-7 فعلا. 11-7. وصلنا للسؤال الخامس يا جماعة في الجولة الثانية. السؤال الخامس يقول، سالم الدوسري هو لاعب الخط الوسط الأيسر الأعلى تصنيفا في الهلال. جميل. وين؟ ما هو أعلى تصنيف فرعي له؟ عندنا خيارات. عندك السرعة أو المراوغة أو البدنية. تفضل. المراوغات. خطأ. البدنية. خطأ. السرعة. منها السرعة. على الأسف 0-0. كنت أنت ليش تستعجل في الإجابة؟ بفهم يعني. النتيجة هي 7-11 إلى الآن. ما زالت كما هي. ما زالت كما هي. ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو السؤال السادس اللي يقول، عبد الرزاق حمد الله مهاجم بتقييم إجمالي 77. نعم. في عنده إحصائية ثانوية وهي 76 وإحصائية ثانوية 77. ما إيش هي هذه الإحصائيات؟ 76 و 77. أنا وين؟ واحد منهم حتكون شوتينج. فعلاً. تسديد. فعلاً. ثانية حتكون القوة البدنية. يا أخي أقسم بالله فنان. فعلاً صحيح. نعم. صراحة جبار صحيح. صراحة. نقطتين مستحقة جداً لمحمد عدنان، وصل 13 وأحمد أبو الرب لا زال عنده 7 نقاط، ولكن إن شاء الله تقدر. السؤال السابع في الجولة الثانية يقول، ساديو ماني من النصر هو ثاني أعلى مهاجم تصنيفاً في الدوري السعودي. أوه. صح؟ بتقييم إجمالي 86. تعتبر المراوغة عنده أعلى إحصائية ثانوية. أعلى إحصائية عند المراوغة دريبلينج كم هي؟ هي معروفة ما بين 85 و 90. أوكي. تفضل. 87. بالله عليك. بالله عليك يا اخي. يصدمني. من 1 على 5 جابها صح؟ ما بالنص. من بين 20% احتماليه الصح جابها صح؟ جابها صح. 20% كثير. الف مبروك عليك. 20% كثير. وهذه هي بطاقه ساديو ماني.
معلومات شايف معلومات برمي ما بسأل برمي معلوماتي عادي. طيب يا جماعة الخير محمد عدنان لا زال متقدم ب 13 لكن أحمد أبو الربيع أحمد قاعد بيتجبر في الجولة الثانية قاعد بيطغى في الجولة الثانية. جماعة راح أقول لكم شيء راح يعجبكم، السؤال اللي بعده ممكن تفوز فيه بثلاث نقاط. السؤال الثامن يقول رياض بودابوز هو الكام الوحيد، الكام يعني وسط مهاجم الوحيد في الأهلي، تقييمه الإجمالي هو 73. واحد أنماط اللعب الخاصة فيه في FC 24 هو تيكي تاكا. حلو. اذكر أعلى إحصائيات الثانوية وتقييمها. هذا هو رياض. أوكي. بودابوز. ما بين 70 و80 عشان ما. طيب أحاول أنا. البصر عندك لا تسأل. هاي. 78. غلط. 75. جابها؟ لا تمزح تمزح والله كيف عليك والله اجابه فعلا 75 مش عارف انت تصدف معك اسكت يا زلمه اسكت بعرف انك تصدف معي انا بحكي لك انك تصدف معي والله ما بعرف كيف بس صحيح لا ننسى النقطة اللي هي زيادة لأنه مع الأسف أخذ منك نقطة بس في نقطة زيادة اصبر لا لازم تجاوب على هذا السؤال في سؤال داخل السؤال اشرح لي ايش معنى تيكي تاكا يعني يمين شمال فوق تحت قدام ورا لا ابغاك تاخذ نقطتين تكفى انا والله ما بعرف صراحه طب جرب شوف ما هو النادي الذي اشتهر باسلوب التيكي تاكا يا برشلونه مثلا النقطتين ادوله نقطتين من غير ما نقطتين تتين ما شاء الله وصلنا للسؤال التاسع ولكن النقاط هي نقطتين عندك يا احمد 13 11 ولعت رس سمياً. وصلنا للسؤال التاسع يا جماعة الخير اللي تكلم على حامد طارق اللي كان نجم في الاتحاد وانتقل إلى نادي دمك وعندي بطاقته موجودة هنا والسؤال واضح جداً إيش هو الفيزيكال حق حامد في لعبة FC 24 من 80 إلى 85 ما شاء الله تحزر إلك إنك تحزر 83 صحيح بالله عليك صحيح رمية لعيب من غير رمي لعيب قوي استعد يتك الكرة من اللاعبين أطول منه قامة 15-11 محمد عدنان ولكن نوصل للسؤال العاشر أول قلب دفاع عندنا في القائمة هو أحمد شراحيلي معروف بضربات رأسه قوية وبرضو عنده أساليب لعب بهلوانية وأعلى إحصائيتين ثانويتين له هم 80 و76 إيش هم؟ هو دفاع 80 فيزيكال والثانية لا صح باقي الثانية اللي هي 76 طبعا فيزيكال صح والثاني قاسي اقدر اتفضل المفروض انه الدفاع والقوه الجسديه والشيء الثاني لا هي السرعه يا جماعه نسيت السرعه المدافع والله يب سرعته هي 76 وهذه هي الطاقه تكون هي ميزه عنده بتكون سرعته ميزه ومميز فيها نوصل لاخر سؤال في الجوله الثانيه يا جماعه اللي برضه يتكلم على مدافع وهو حسان تنبكتي وهو اعلى قلب دفاع تصنيفا في الشباب البيس او السرعه هي اعلى تصنيف عنده كم هو تصنيف البيس عنده وهذه المره عندكم خيارات هذا هو اللي يتكلم عليه هذا حسان تومبكتي نعم الخيار الاول 85 الثاني 87 الثالث 88 او 90 تفضل 87 غلط 87 قلت كم 87 غلط قلت 87 غلط كم عندك نقاط انت 11 زيد عليها 2 الله يعافيك لا كان 12 والله ما ادري الزبده اللي عندك زيد عليها اثنين يعني صار 14 نعم بالله عليك 87 نعم يا فولي نعم وصلنا للجوله الثالثه لو تذكرون اللعبه راح اعطيكم ثلاث بطايق انت ثلاثه وانت ثلاثه بطايق لعيبه مخفي عليها كل شيء مو باين عليها اي شيء لا الاوفر اول لا المجمل حق اللاعب ولا كل احصائياته معاكم ارقام مجموع الثلاثه اللعيبه اوه يعني معطيني 21 رقم فعلا صح سبعة على كل لاعب سبعة على كل لاعب سبعة في اوفرول واحد وست طاقات كم ما جبت من ال 21 تكسب نقاط. نقطة على كل واحدة تجيبها اذا ضبط اذا ضبطت بطاقة كاملة لك 10 نقاط اورجيهم من عندي شوف اني احبك ضبطتك بحبيب الملايين والله يا اهلا وسهلا طيب اللاعبين الثلاثة اللي عندي هم لاعبين عمالقة جبابرة هذا هو نيمار جونيور الذي جاء ب 90 مليون لنادي الهلال قادما من نادي بي اس جي باريس سان جيرمان اللاعب الثاني اللي عندي هو الرائع سالم الدوسري وعندنا كذلك اللاعب الثالث هو رياض محرز ورجيني من عندك كريستيانو نعم من عندك كمان حبيب القلب بنزيما واخر لاعب عندك
أوه النجم العربي الكبير أحمد حجازي قائد دفاع المنتخب المصري ونادي الاتحاد. حجاز أنا استراتيجيتي رح أحط كل شيء أتوقع أنه صح بعدين أبلش أوزع الأرقام على الكل. فهمت علي؟ كريستيانو 86 مستحيل يكون غلط. أقل رقمين عندي هم 37 و38. أنا برأيي 37 و38 هدول هم الديفنس عند نيمار ورياض محرز. وخاطر بما أقول ولكن خليها على ربك عز وجل. خلصت أنا دن. نايس حلوين يا جماعة. محمد خلص وأحمد خلص. أوه معركة 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 صعبة بصراحة. صعبة بصراحة صعبة. زي ما أنتم تشوفوا معي هذا هو نيمار. اخترت أني أعطيه طاقة 89 الأعلى بين الثلاث المتوفرين عندي. أعطيت نيمار أقل درجة في الديفنس أعطيته 37. القوة الجسدية أفضل أظن إنه من سالم ومن رياض فأعطيته 69. المراوغة هو أعلى رقم كان عندي 93 وقطع نيمار يستحقها. إذا ما كان يستحقها فمن يستحقها؟ هو الذي راوغ منتخب بوليفيا. التمرير عنده أعطيته عليه 85 وأعطيته على التسديد 81. هو مش مصدق مش معروف بتسديداته الكثيرة يعني إنه قوي تسديد وكذا. وأعطيته على السرعة 89. نيمار ملاعب سريعين جدا. الآن نشوف ريتنج نيمار 89 صح. أول نقطة الفيزيك نقطة. 61 أنا أعطيته 69. أوكي الديفنس 37 نقطتين. المراوغة 93 صح. 3 نقاط. الباسنج التمرير 85 صح. يا زلمة مش طبيعي. الشوتينج 83 أنا أعطيته 81. يا الله السرعة 89 أنا أعطيته طلع 86. ممتاز 4 نقاط لمحمد عدنان فوق المجموع اللي عنده اللي هو 15 لمحمد عدنان. احمد ابو الرب انت كم كان عندك نقطه؟ 14 نقطه. مين حاب تختار تورينا؟ انت اختار. انا اختار. بدي اول شيء ابدا ببنزيما. تبدا بنزيما. واثق جدا من 90 هاي 100% الاوفر اول. نعم واثق والله تحت مش واثق بشيء. مثلا توقعت الديفنس تبعه شوي يكون اعلى من 30ات لانه هو لاعب وسط. فيزيكال توقعته هيك يعني اقل من كريستيانو بشوي. وتوقعت انه الشوتينج عنده قوي والدربلينج. ما بعرف اذا انا جبت غلط صراحه. ممتاز خلينا نشوفها قدام الكاميرا شوفها ونقارن. حاسس حالي جبت العيب. 90 صح. انا عارفها 90 عارفها. رائع ورجينا كمان اشوف يا احمد عندك الفيزيك 78 اعطيته 74 غلط. الديفنس انت اعطيته 46 سيري غلط. اشوف الدربلينج كم الدربلينج انت اعطيته 88 قريب قريب. الباس كم التمرير انت معطيه 86 وهو 83. التسديد صح عندك. الشوتينج 88 طلع في شيء صح 88. والسرعه كم عطيته انت 80 بنقطه. كل شيء قريب نقطه. يا الله نقطتين حلوات. الاوفرول صحيح والتسديد صحيح عندك. كل شيء قريب. لا هلا انا لا حبيبي انت بتفهم شغله. اذا هالقد في يدي غلط انا جبت العيب. ما انا نفس الشيء. نقطتين لاحمد ابو الرب. مجموع النقاط عندك يا احمد هو الان 16 ضد 19 محمد عدنان. محمد عدنان اللاعب اللي بعده تفضل اختار لنا اياه. هيا الى سالم. سالم الدوسري. بالنسبه لسالم يا اخوان اعطيته اوفرول 77 واعطيت سالم القوه الجسديه 60. القوه الجسديه اعطيته على الدفاع 51 اعطيته 81 في المراوغه اعطيته على التمرير 73 واعطيته 80 بالتسديد واعطيته 86 كسرعه. وانا اثق بانه سرعته عاليه واثق انه اسرع من رياض. خلونا نشوف ورجونا سالم الدوسري 77 صح. النقطه الاولى اوفرول 77. نبدا من يمين ولا يسار؟ القوه الجسديه 80 انا معطيه 60. يا الله قتلت سالم وسيقتلني هو. الديفنس 51 صح. انت دفاع. المراوغه 81 صح. صح يا زلمه مش طبيعي. التمرير غلطان انا معطيه 73 في حين 69. التسديد انا معطيه 80 في حين معطيه 73. السرعه انا اعطيته 86 وطلعت 85. يعني فعليا انا جبت نقطتين فقط. ثلاث نقاط الاوفرول الكامل بالاضافه للدفاع والمراوغه صحيح. هذه ثلاث نقاط وقفزت الى 22 نقطه. احمد انا راح اختار حجازي. حاجه مضمونه. حطيت 78 القوه وهون بصراحه رميت رميه حظ قويه جدا بس حطيت له اعلى شيء الديفنس وثاني اعلى شيء الفيزيك. منطقي جدا اللي عملته. طيب حلو خلينا نشوف اللاعب. طيب 78 اوفرول 100% صحيح. كلام غلط 100% 80 صحيح. 20 التسديد 20 20 والله انك فنان. وريني وريني السرعه كم؟ انت السرعه معطيه 50 هو 46. التمرير 50 انت معطيه 55. المراوغات 55 عندك يا زلمه. حرام حرام حرام. الدفاع 77 انت مشقلبها معطيها على الفيزيك.
86 الفيزيك عنده يعني عندك نقطتين في هذا السؤال. عم بتعذب 18-22 صحيح. لازم هيك معجزه تصير عشان هذا فوز. اخر لاعب عندك يا محمد. طب عندي رياض محرز. راحتك خذ راحتك. نجم العربي الكبير رياض محرز لاعب نادي الاهلي السعودي حاليا الذي انتقل ب 35 مليون يورو. انا رياض اعطيته 86 الاوفرول، اعطيت رياض قوه جسديه 61 جميل اذا هو ظاهر معاكم، اعطيته في الدفاع 38، اعطيته في المراوغه 85، اعطيته في التمرير 81، اعطيته في التسديد 79، وفي السرعه 83. يا ترى كم واحده منهم صح؟ هذا ما سنكتشفه الان. يلا ورجونا. رياض محرز الاوفر اول عنده 86. رياض 86 جبناها صح. اول نقطة عندك القوة الجسدية طلع 60، انا اعطيته 61. الديفنس 38 صح صحيح جميل. الدريبلينج او ما تزعلش يا رياض اعطيته انا 85 هو 89 نقصته 4 انا. التمرير 81 صح هاي الثالثة. التسديد انا اعطيته 79 طلعت 81 غلطة اثنين. والسرعة 79 انا اعطيته 83. عندي 3 نقاط قفزت الى 25 نقطة. 25 نقطة وعندك آخر محاولة يا أحمد أبو يعني الله. لازم أجيب كم واحد صح؟ أنت كم؟ هلا 18 18 18 لازم تجيبهم السبعة صح عشان تاخذ 10 نقاط عشان تغلبني. مستحيل. أنا بعتذر لكريستيانو على اللي عملته فيه. كريستيانو إذا بتحضر أنا آسف. هاي صحيحة أكيد 100% 100% بس هون يعني حسب توقعاتي هسه هاي 100% صح شوتينج. حلو. اعطيته على السرعة 77، اعطيته على التسديد 87، 77 اعطيته 75 تمرير مراوغة 83 التمرير 75 لانه هو التمرير عنده فعلا قليل. والدفاع عنده برضه قليل بس بعرفش انا شو الارقام الصح ما بعرف. كريستيانو رونالدو اوفرول 86 صحيح. مع الاسف هذه حاجة تقهر ولكن شايف؟ شايف؟ اوه انا مسؤول فعلا. فيزيكال 74 والديفنس 34 صح. الدريبلينج 80 الباسنج عندك 75 وانت معطيه صح. التسديد 88 والبيس او السرعه هي 77. انت على فكره اربعه جايب كريستيانو صح. اربعه فكره جايب اربعه صح جدا قريب بس يعني في كثير شغلات جبتها قريب بس ما جبتها صح. 25-22 مستحيل. انا مش مصدق صراحه. انا مش مصدق صراحه. جبار يا احمد. طيب يا جماعه الخير كذا نعلن الفائز بالتحدي لليوم هو محمد عدنان. يستاهل. شكرا لكم. شكرا. كان خصم صعب ند عنيد. انا متفاجئ. يعطيكم الف عافيه على المتابعه يا جماعه الخير. اتمنى انكم استمتعتوا بحلقه اليوم زي ما احنا استمتعنا جدا وانبسطنا وضحكنا بضيوفنا. شكرا على المتابعه. اشتركوا في القناه واكتبوا لي في التعليقات اسم جديد. اي ان شاء الله. انا عجبني اسم عبد الكريم. اسم قوي ما بعرف. خير الاسماء ما حمد وعبد. صحيح. فعلا يا جماعه الخير تقدرون تطلبون اللعبه طلب مسبق لتاريخ 22 سبتمبر وتدخلون للعبه دخول مبكر مده اسبوع لانه اللعبه راح تصدر في 29 سبتمبر فاطلبوا اللعبه مسبقا وانت خصوصا لازم تطلبها وما تطلب كريستيانو مره ثانيه ونلعب اونلاين يا احمد. ترد علي الدين نلعب اونلاين. ماشي. يعطيكم العافيه على المتابعه يا شباب. يلا نراكم على خير جميعا. باي. سلام. السلام عليكم. باي باي. بلاي ستيشن.